بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله، تلفزيون الحياه. النهارده عندنا ضيفه جميله. النهارده انتوا عارفين يوم العزومه البيتي، عندنا ضيفه جميله النهارده مشرفانا ومنورانا، هتعمل لنا اكلات زي ما بنقول كده تشكيلات من كل البلدان، يعني عامله كوكتيل كده مكسيكي على هندي على جزائري على سوري، حاجه كده حلوه قوي وتقريبا حد متمكن قوي. طبعا بنورنا ويشرفنا مدام هام. اتفضلي يا مدام هام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. الله يخليك، اتفضلي. طبعا عايز اقول لكم ان هي عامله النهارده منيو رائع بصراحه، عامله نوع سلطه بالبتنجان، وعامله كمان كفته هندي، وعامله فراخ مكسيكي، وعامله حلو انت قلت جزائري صح؟ جزائري طبقات. ده هيبقى محشي مربى فتراك، وعارفين ان فتراك بقى فيها مربى دايت، ودي حلوه قوي. يعني امبارح بالصدفه كده وقلت لكم الفرق بين الاثنين، لو هنبص هنا هتلاقوا ان الغطا ده مختلف عن ده، يعني ده مكتوب عليها دايت بس الغطا يم جنب بعض، عشان ده اخضر غامق شويه وده اخضر فاتح شويه اهو، عشان ده الدايت ومكتوب عليها كمان، يعني اللي ما ياخدش باله من الاسم هيلاقي ان الغطا افتح من الغطا الثاني شويه. وان شاء الله يا رب نكون بنقدم لكم معلومات جميله. اتفضلي بقى قولي مقادير السلطه. اولا هنبدا، اولا برحب بالساده المشاهدين وبقول لهم النهارده وصفاتنا جديده ومميزه جدا، ولازم نغير شويه من المطبخ المصري. عندنا النهارده السلطه السوريه عباره عن باذنجان رومي، 2 علبه زبادي، مايونيز، جرجير، ثمره بصل، طماطم شيري، زيت زيتون، ملح، كمون، سميق، وممكن وخبز شامي محمر، وليمون ودبس رمان، وثلاثه ثمره فلفل الوان. طيب كويس، انا اقول بقى بالطريقه بتاعتي عشان يكتبوا هم بالمقادير. عندنا حوالي 3 ارغفه من الخبز الشامي متحمصين، وكمان هنا حوالي كيلو الا ربع من البتنجان متقطع مكعبات ومتحمر، وحزمه جرجير، وعلبتين زبادي، ومعلقتين من دبس الرمان، ونص كوبايه مايونيز، ومعلقتين عصير ليمون، 3 ثمرات فلفل الوان، وبصلايه متقطعه شرايح، معلقه سماق، ومعلقه كمون. و مدام هام قالت لي انا عامله العيش ده، ده عيش شامي غير العيش اللي احنا محمصينه بصراحه، عشان وقتنا عاملينه قبل العيش ده هي عاملاه في البيت، فهتقول لكم على طريقه العيش الشامي ده بتعمله ازاي، لان ده شكله حلو قوي واكيد طعمه هيعجبكم جدا. ولكن واحنا بنقول او واحنا بنشتغل في السلطه، اتفضلي. هنجيب البايركس. لا انت خليكي انت وانا ناوله كل حاجه، انا الاسيستنت بتاعك. ماشي اتفضلي. اول حاجه هننزل بال، مش عايزه بوله تقلبي فيها حاجه. لا بولة صغيرة عشان نعمل فيها الدريسنج. الدريسنج اوكي حاضر. اولا هننزل بالجرجير كده، طبقة من الجرجير، طبقة من الجرجير جميل، وعليها طبقة من البصل. شكلها هي قريبة من سلطة بس قريبة من الفتة، عارفة يعني شبيه الفتة. ايوه والفلفل الالوان جميل، احمر واخضر واصفر. طب انا هو انت حطي طبقات ولا بتقلبي كله على بعضه؟ لا احنا هنحط طبقات وفي الاخر بنحط الدريسنج. جميل طيب اوكي. انا عايزه بس جونس. حاضر اتفضلي. طب واحنا عندنا هنا وبنعمل اكواب العيش، يبقى احنا ناخد من ده شويه نخليهم على جنب. تمام شفت انا افتكرت ازاي؟ عشان في حاجه هي عندها طريقه تقديم ثانيه. ايوه لو حابين نقدمها في العيش بنحمصه وبنعمله اكواب، وبنحمصه في الفرن، بيبقى عامل زي الكب كيك كده. في بوله الكب كيك، وبتطلع بالشكل ده بالشكل ده. طيب يعني احنا حطينا شويه من هنا علشان البايركس، وشويه من هنا. ايوه وهننزل وهننزل بالبسنجان بتاعنا. طبعا احنا منتظرين تليفوناتكم على التليفونات اللي بتظهر قدامنا على الشاشه 2345 او 09180، علشان خاطر نتواصل معاكم، اسئله عندكم، استفسارات، حاجات كده، واحنا بنعمل الاكل الجميل ده مع مدام هيام. نزلنا بالبسنجان. ايوه بعد كده هننزل بالعيش بتاعنا، يعني احنا حطينا طبقه جرجير، طبقه بصل، طبقه فلفل الوان، طبقه بتنجان، وبعد كده الخبز المحمص. الخبز المحمص بنحمصه في الفرن او بنحمره في زيت. جميل بالشكل ده. وبعد كده بقى بنعمل الدريسنج بتاعنا. ادي البوله، اجيب لك مضرب. ايوه وسباتولا. هننزل بالزبادي. طيب
هناخد اتصال معانا مدام نهلة. اهلا بحضرتك. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازيك يا شيف يسري؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب، الله يكرمك. منور الدنيا ومنور الشاشه ومنور الدنيا كلها. والله انتوا اللي منورينا بتليفوناتكم، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا شيف يسري. ما احنا معجبين بحضرتك وبوصفاتك واجلاتك، ودايما نقعد نتفرج متابعين البرنامج كل يوم ما شاء الله. اشكرك، ربنا يخليكي مدام نهلة، ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا شيف يسري. ممكن اسلم على الضيفه؟ اتفضلي يا فندم. ازيك يا هيام؟ اهلا يا نهلة، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. مبروك على الحلقه ومنوره الشاشه ومنوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. عايز اقول لك يا شيف يوسف ان انت معاك النهارده اطيب قلب في الدنيا. اكيد. ربنا يخليكي يا حبيبتي. اكيد اكيد. وفي الاكل ملهاش حل ما شاء الله عليها. انا اكلت من ايديها طاجن لسان ولحمه راس، يعني حلفت عمري ما اكلت زيه. حلو قوي. لحمه راس دي جميله. طب عملت يعني لحمة ما شاء الله اكلت من ايديها لحمه راس. انا قلت نغير شويه يعني كده في المطبخ. وطاجن لسان عمري في حياتي ما اكلت زيه، ما شاء الله عليها رهيبه يعني. يا رب يخليكي مدام نهلة. اكيد طبعا، يعني انتوا عارفين كل ضيوفنا هنا بنستضيفهم الناس بتبقى متمكنه قوي. وعايز اقول ان مدام نهله كانت معانا من حوالي اسبوعين او ثلاثه برضو، يعني ما شاء الله عليها. مدام نهله، طب مالكيش اي سؤال؟ الو، ليكي سؤال يا نهله؟ طب لا، يعني تقريبا الخط قطع. حاولي تكلمينا تاني واحنا منتظرين. الو. ميرسي يا حبيبتي على كلامك الجميل. هنا عملنا ممكن نقول احنا حطينا ايه بقى عشان عملنا هنا الدريسنج، نزلنا بكوبايتين زبادي ومايونيز حسب المقدار، والسماء وكمون وعصير الليمون وزيت زيتون. جميل. اوكي، الله يخليكوا يا رب. وبعد كده بقى هنحط منه كده على السلطه الجميله بتاعتنا بالشكل ده. ممكن تقولي الو؟ الو 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 الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي عسل. مين؟ جوزك. جوزي حبيبي. ده انا قلت لك انت قولي الو علشان تعرفي صوته. حبيب قلبي. اخبار عاملك ايه؟ ايوه عامله يا حبيبتي. الحمد لله يا جميل، انت عامل ايه؟ استاذ محمود بيتكلم من دبي على فكره، واحنا استاذ محمود احنا سعداء ان احنا بنسمع صوت حضرتك. الله يخليك يا شيف، الله يخليك. والله انت الكبير بتاعنا، واشكرك على الحلقه، واشكرك انك يعني استضفت معاك هيام وكده. ربنا يخليك. لا والله يعني عايز اقول لك انت يعني هي حد كويس قوي، بتطبخ كويس جدا وعندها حضور وحاجات كتير قوي. الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله عليها يعني. بس انت طبعا اكثر مننا خبره، هي بتطبخ في البيت كويس بقى ولا هي بتطبخ بس؟ لا الله اكبر، انا خلاص انا نزل 15 يوم ونازل يعني مشتهي وايد لاكلها يعني. عايز اعمل لك الحلو كله يا قمر. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. ايوه، تيجي بالسلامه يا رب ان شاء الله. الله يخليك وربنا يوفقك. وميرسي جدا على اتصالك يا حبيبي. العفو يا عسل، العفو. ربنا يكرمك. بنشكر حضرتك يا استاذ محمود، واحنا سعداء طبعا باتصالك وسعداء بوجود مدام هيام معانا. ده كده النهائي صح؟ كده الشكل النهائي بتاعنا. ده انا بس عايز اقول لكم، هشيل ده بس. احنا حطينا دبس رمان بقى من على الوش، وطماطم شيري. طماطم شيري ديكوريشن. طيب ده بالنسبه للطبق اللي احنا قلنا عليه. اما بالنسبه هنا للخبز، فاحنا حطينا الخضروات. ده الشكل الثاني بتاعنا اللي هي اكواب العيش، بنحط نفس الخضروات فيها، وبننزل برضو بالبتنجان. بالشكل ده نفس الموضوع يعني، نفس الحكايه، نفس اللي عملناه في البايركس، نفس اللي بنعمله في اكواب العيش، وبتبقى شكلها اشيك وبتنفع في العزومات جدا. وبنحط العيش بالشكل ده كده، وبننزل برضو بالدريسنج كده. وعلى فكره الصوص اللي هي عاملاه والدريسنج ده حلو قوي يعني، ينفع في سلطات كتير. هي حاطه مايونيز مع سماء وزبادي وشويه من الملح وشويه من الفلفل وشويه كمون وكمان زيت زيتون. فده بالنسبه للدريسنج او للحاجات اللي احنا بناكلها شرقيه، حلوه قوي قوي قوي. طيب احنا هنحضر الطبق الثاني. تمام. وبعد كده طب احط الثانيه انا هحطها. طيب اوكي، بس انا عايز اسالك سؤال بقى. اتفضل. انت عملت العيش ازاي ده الشامي ده؟ العيش ده عملنا 3 اكواب دقيق. ايوه. معلقه خميره باودر، معلقه سكر، ذره ملح، ميه دافيه حسب العجن وحسب ما العجينه تلم معاكي، وبنعجنها، ومعلقه لبن باودر. طب نقول تاني كمان مره. 3 اكواب دقيق، معلقه خميره باودر، ميه دافيه حسب العجن،
ذره ملح، ذره سكر، وبنعجنها كويس قوي لغايه ما العجينه تسيب من ايديكي، وبنكورها وبنغطيها بستريتش وبنسيبها تخمر، وبعد كده بناخدها نفردها على دقيق بالنشابه على اقراص كده حلوه، يعني ولا كبيره ولا صغيره وعلى حسب ذوقي، وبتتعمل على طاسه جريل بس كده. طيب احنا معانا اتصال من الاردن، استاذه بريهان. فريهان. الو، مساء الخير سلطانه هيا. مساء النور يا قمر، ازيك؟ الحمد لله يا فاري، انت عامله ايه؟ احنا بالاردن بنحبك كتير. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي، ده من ذوقك والله، وانا الاردن كلهم حبايبي. حياتي، تسلميلي، منوراني باتصالك يا حبيبه قلبي. منوره الدنيا، منوره. استاذه بريهان، حضرتك بتعرفي تطبخي؟ ازيك استاذ يسري؟ الحمد لله انا بخير والله، لما بسمع صوتكم ربنا يخليك يا رب. عايزين نخلينا يا رب. بقول لك، انت بتعرفي تطبخي كويس؟ اكيد. طب انت حضرتك مقيمه في الاردن ولا في مصر؟ لا، فنانه واساله ايام، مقيمه بالاردن. بالاردن. طب لما تيجي مصر زياره تنورينا ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. بجد بجد بجد، يعني ان شاء الله بتشرف. اول ما تيجي مصر كلمينا، وتيجي يعني نتشرف بوجودك معانا ان شاء الله. نتشرف فيكم اكيد ان شاء الله. الله يخليك يا رب، الله يكرمك. الله يا حبيبه قلبي، احنا سعداء بسماع صوتك، ومش عايزه تقولي لها حاجه؟ ميرسي يا حبيبتي لاتصالك. وانت مش عايزه اي اكله اقول لك عليها؟ مش عايزه اي حاجه؟ بتسالك مالكيش اي سؤال عندك؟ مالكيش اي سؤال؟ حبيبتي عاوزه سلامتك. ربنا يخليكي، ميرسي قوي يا فيري على اتصالك الجميل. حياتي حياتي. ميرسي يا حبيبتي، تحياتي ليكي يا قمر. بنشكرك مدام فيريهان. 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 كنا عايزين نسالها، احنا بندلعنا لا يا فيري. احنا عندنا، انا اعرف بريهان، لكن فيريهان دي لا، جديده اكيد اسم فارسي. هندول وقت بعد ما عملنا سلطه البتنجان، هنعمل صدور فراخ او فراخ على الطريقه المكسيكي. اتفضلي. ايوه. طب انا سيبيني وانا اولع لك الحاجه وانت قولي المقادير. الدجاج المكسيكي الحار على الطريقه المكسيكيه، هنجيب صدور دجاج على حسب افراد الاسره، ونص كوب زبده. يعني بس عشان لا هنا، ايوه زي ما انت كده، عشان نجيب المقادير كده قدام شويه. اتفضلي. صدور دجاج، معلقه زبده، صلصه بوريه، كيس وجبنه موتزاريلا، طماطم على حسب برضو الكميه، بقدونس مفروم، وفلفل حار، وثوم مفروم، وزنجبيل فريش، وملح، وثوم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، ثمره بصل، بهارات، اي بهارات موجوده عندك مشكله، مفيش. طيب. ما عندناش اي مشكله. طب انا هقول بطريقتي بس بعد ما ناخد معانا اتصال. معانا استاذه امل، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازيك يا شيف يوسف؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، معاك امل من السعوديه. يا اهلا بيكي، وباهل مصر المقيمين في السعوديه، وباهل السعوديه. ربنا يخلي حضرتك يا شيف يوسف، والله انا من اشد المعجبين بالبرنامج، ودايما متابعاك، ومش قادره اقول لك على حب الناس ليك عامل ازاي هنا في السعوديه. ربنا والله ربنا يخليكي، ربنا ده بفضله، لان حضرتك مثال للشخص المحترم، واللي بتمنى لك التوفيق كله من عند ربنا يا رب، لانك تستاهل كل خير والله. يا رب يبارك في عمرك، ربنا يخليكي يا استاذه امل، واحنا سعداء بسماع صوتك والله. ربنا يخليكي يا رب، وربنا يكرمك ويوفقك يا رب، لان حضرتك فعلا حب الناس ليك يعني من عند ربنا كده حاجه سبحان الله والله بجد. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يخليكم يا رب. ربنا انا بكلم هيام. اتفضلي يا فندم. اهلا يا اموله، ازيك؟ يوم عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ منوره التلفزيون كله وشاشه الحياه، احسن شاشه في مصر بصراحه يعني. ربنا يخليك يا حبيبتي، ده منوره كريمك يا رب. لا بيكوا والله بجد، انت كل خير يا هيومه والله بجد. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، احسن شيف في مصر واحسن قناه في مصر كلها. الله يخليك ان شاء الله، يديك الصحه، ربنا يخليكي. ما فيش اي سؤال استاذه امل؟ لا والله بجد، انا بس عايزه اسال هيام، بما انها بقى في الاطفال وكده معروفه، عاوزه اسالها بس عن اي اكله كده الاطفال تكون حلوه وفيها برضو عناصر غذائيه كويسه يعني وكده. حاضر يا حبيبه قلبي، عينيا حاضر، هقول لك على حاجه جميله. ربنا يكرمك يا هيومه، انت بجد اجدع صديقه عرفتها والله بجد، ربنا يكرمك ويوفقك يا رب يا حبيبتي، منوره. ربنا يخليكي، ربنا يخليك كل خير، ويا رب يا شيف يسري يكرمك، وتفضل منور القناه كده على طول يا رب. منور بيكم، ربنا يخليكم، بفضل دعائكم وبفضل تشجيعاتكم، ربنا يكرمك. بشكرك والله العظيم على طول، بندعي لك والله يا شيف يسري. الله يخليك يعني يا رب، بشكرك استاذه امل، واحنا سعداء بيكي، وسلام لكل المصريين المقيمين بالمملكه، وسلام لكل اهلي وحبايبي في المملكه برضو، واهل المملكه.
انا هقول بقى طريق المقادير بسرعه بتاعه الدجاج المكسيكي. احنا عندنا حوالي كيلو او كيلو وربع كيلو ونص من صدور الدجاج مخليه، عندي نص كوبايه زبده ونص كوبايه طماطم بيوري اللي هي صلصه الطماطم، وكيس جبنه موتزاريلا، ونص كيلو طماطم مبشوره، وحزمه بقدونس، وشويه من الفلفل الحامي حوالي ثمره او اثنين، وفصين ثوم مفرومين، وبرده معلقتين من الجنزبيل الاخضر المفروم، شويه ملح وثوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وبصلايه مفرومه، ومعلقه من البهارات. كل ده في الاكل المكسيكي، ويا رب تكونوا سجلتوا عشان خاطر شكلها حلو قوي. انت عملتي ايه بقى دلوقتي؟ احنا اولا نزلنا بالزبده. أيوة. عشان وقتنا بس. آه. نزلنا بالزبده، بعد كده نزلنا بالصدور، وهنحط على الجنبين بقى ملح وفلفل اسمر. يعني في الاول نزلنا بيهم انت عايزه هتاخد صدمه بس مش اكتر. هتاخد صدمه مش لون. ما بتاخدش لون؟ لا بتاخد لون. تاخد لون حلو كده. نعم. او صدمه يعني عادي واحد. وبعد كده بقى هنطلعها نحطها في البايركس، ونكون محضرين لها الصلصه بتاعتها. بايركس؟ عايزه بايركس؟ اهو. حاضر. نعم. كده احنا ماشيين مع بعض بالتسلسل، حطينا ملح وفلفل على الفراخ وبنشوحها في الزبده. يا استاذه ندى. يا عم ياسري. ايوه عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بنت الشيف بوسي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا ندى. منور الشاشه. والله انت اللي جميله يا ندى، ربنا يخليك. ممكن اكلم طنط حيام؟ انت بتعرفي تطبخي يا ندى؟ بعرف اطبخ. بجد والله؟ بتعرفي تعملي ايه؟ بعرف انا وماما بتعمل الغدا، وانا بعمل الفطار والعشاء. يعني انت وانا بعمل الفطار الصبح بقوم عامله بيض اومليت وفول وحاجات حلوه. انت سنه كام يا ندى؟ وانا سنه 5 ابتدائي. ربنا يوفقك يا حبيبتي. بس انا عايز اقول ان انت كده بتشتغلي اكتر من ماما، يعني ماما بتعمل الغدا بس انت بتعملي وجبتين، يعني انت احسن. طب مالكيش سؤال يا ندى؟ مش عايزه مننا اي استفسار او حاجه؟ لا كنت عايزه اسلم على حضرتك واكلم طنط هيام. اهي معاك، اتفضلي. اهلا يا بنوتشي. يا قمر ازيك يا حبيبه قلبي؟ انا الحمد لله. زي حضرتك؟ الحمد لله يا دودو. انت عامله ايه؟ الحمد لله منوره الشاشه. اخبارك ايه؟ ميرسي يا قمر. ميرسي، ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. قولي لماما مبروك لنجاح قمر. ماشي، الله يبارك فيكي. ميرسي يا حبيبتي. مالكيش اي سؤال؟ شكرا يا ندى، ربنا يخليك يا حبيبتي، واحنا سعداء بسماع صوتك، ودايما ان شاء الله بتقدم لغايه ما تبقي حد مشهور قوي في مجال المطبخ. وسلمي لنا على ماما كتير، وكمان على كل اهالينا واصدقائنا وحبايبنا في كف الشيخ. احنا بنشوح الفراخ سريعا، هنقولش هنعمل ايه بعد ما خدت كده. قفلنا المسام يعني، قفلنا المسام. ايوه طلعناها، هنرصها كده بالشكل ده في البايركس. طب ممكن نقلبها عشان تبقى كلها شكل واحد؟ يخلي. طيب أيوة. اوكي كده. ايوه كده صح بالشكل ده. كده. وبعدين هنعمل بقى في نفس الطاسه. هنشوح البصل وهنحط كل الخضروات على بعض ونحط على الوش. بس يعني يا دوبك البصل بس تشم النار. يعني نص دقيقه كمان. عايزه اخد مكعب زبده. ايوه نص دقيقه بس، وهنوريكم نعمل ايه. وبعد ما ندخلها الفرن هنستاذنكم عشان ناخد الفاصل، لان احنا خدنا وقت كتير قوي قبل الفاصل ما يخش. وبعدين بعد البصل الجنزبيل. هنحط بقى الزنجبيل والثوم وكله كله كله. خليه هنا قريب كده. طيب ممكن يعني احنا بنسويها تسويه كامله ولا بندبلها بس؟ لا بندبلها. هنحط جميل. بقى هننزل بالزنجبيل. ايوه الشكل ده. والفلفل الحار. زنجبيل. هو الاسم الصح زنجبيل. زنجبيل والله باللغه العربيه. ايوه بس احنا بندلعه نقول جنزبيل عادي بقى واحد. بس في اللغه العربيه اسمه زنجبيل بالفعل. هنقلبها بالشكل ده كده تتجانس مع بعضها. ايوه وبعد كده هننزل بالصلصه. صلصه والطماطم. اوكي هننزل بالصلصة. وبعد كده هنغطي الفراخ.
لما تتسبك بقى هنغطي بيها الفراخ وبعد كده ندخلها الفرن تتغطى بالورق الفويل، بعد كده تطلع نحط جبنه الموتزاريلا. حلو قوي. يعني احنا كل اللي هنعمله هنسيبها على النار شويه تتسبك كمان، بعد كده نغطي بقى الفراخ بعد ما تاخد اللون بتاعها وندخلها الفرن. ده اللي هنشوفه بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل. بعد الفاصل هنكمل مع بعض، ما حدش يروح في اي مكان عشان تشوفوا الممتع والجديد على تلفزيون الحياه. منورانا ومشرفانا مدام هيام. بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومنورانا ومشرفانا مدام هيام، وعملت الفراخ المكسيكي وحطت الخضروات كلها بعد ما اتسبكت كده، ناقص بس الجبنه ما رضيتش تحط غيرها اما نرجع، عشان ممكن تحط الجبنه. هنحط بقى الجبنه بالشكل ده فوق كل صدر. بالشكل ده كده. كده جميل. كل قطعه من الصدور بتحط عليها شويه من الجبنه الموتزاريلا عشان تسيح معاها. بس طبعا عشان ما تتحرقش بنغطيها. هناخد بالورق الفويل الالومنيوم وندخلها، نغطيها وندخلها الفرن. وهناخد معانا ام محمد. اهلا بيك يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بحضرتك. ايه الحلاوه اللي الشيف هيام منوره الشاشه كده وعامله العمايل الحلوه يا شايفين الريحه واحنا في كفر الشيخ. ربنا يخليكي ويخلي اهل كفر الشيخ. كل اللي بيجي معاه بسم الله ما شاء الله. يا عشان كده ما احنا مصري ما بتختارش الا الحاجات المظبوطه صح. يا رب يخليكي والله. ربنا يكرمك. ربنا يخليكي ليا. يعني بتختار وبتقعد الناس المظبوطه صح. اشكرك. ربنا يخليكي يا ام محمد. الله يرضى عليك. الشيف هيام بسم الله ما شاء الله عليها حاجتها جميله. حد جميل جدا ما شاء الله. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. فاكهه مالوش حدود في جميع الاكل وفي جميع الحلويات. يا رب يخليكي. ربنا يخليكي. شكرا. عسوله عسوله بسم الله ما شاء الله عليها. والله انت اللي عسل. تقديمها وتنظيمها بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي منورة باتصالك. ربنا يعينك يا حبيبتي ومن نجاح لنجاح. ربنا يكرمك يا أم محمد. منورة الشاشة ومنورة الدنيا كلها. الله يخليك يا رب. احنا سعداء جدا. انا شم ريحه الحاجات وانا في كفر الشيخ. ربنا يخليك لنا. نبعت لك شويه هناك. الله يرضى عليك يا شيف نسري. انت مش غير الشيفات المظبوطه. يا رب يبارك في عمرك. احنا سعداء بسماع صوت حضرتك وربنا يديك الصحه يا رب ومنورانا دايما. بشكر حضرتك على اتصالك. مدام هيام احنا هنعمل دلوقتي طاجن الكباب الهندي. طاجن كباب الهندي على الطريقه الهنديه. بس اقول كلمه بس عشان كلمه هي هتعمل كفته، واصلا كفته اسمها كباب. يعني احنا بس المصريين اللي قالوا على اللحمه المفرومه كفته، لكن هي اسمها كباب سواء كانت في تركيا او في ايران او في الشام او في الهند اسمها كفته، اسمها كباب. اتفضلي. هنجيب حوالي كيلو الا ربع من اللحم المفروم، 3 سمره فلفل الوان، واثنين قرن حار، قرنين فلفل حار، وطماطم حسب الاحتياج، وصلصه بوريه برده حسب الاحتياج، وفلفل اسمر وملح، وثوم باودر بصل باودر. بنجيب لوز بنحمصه بقسماط مطحون عشان بنحطه على كفته عشان تمسك. احنا بنحمص اللوزه. تمام. بنحمص اللوزه اهو، وزبده وفحم وورق فويل. طب اقول انا بقى برضو وانت بتحضري كده. عندنا كيلو الا ربع او كيلو من اللحمه المفرومه الحمراء، وعندي كمان 3 سمرات فلفل الوان. خليها انا 3 سمرات فلفل الوان متقطعين مكعبات، وقرنين فلفل حامي، وكيلو طماطم مبشوره، ومعلقتين من الصلصه صلصه الطماطم، وفلفل وملح وتوابل، ومعلقه جرام مصاله، وعندنا كمان توم باودر وبصل باودر، ولوز محمص اهو بنحمصه، وشويه من البقسماط المطحون، وزبده وفحم وورق فويل. نزلنا بالزبده. هناخد معانا اتصال. معانا استاذه اميره. اهلا بيكي. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ يوسف؟ الله يخليك يا رب. الله يكرمك يا رب. دايما منور قناه الحياه ومنور الدنيا كلها. والله انتوا اللي منورين بتليفوناتكم. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. والله احنا شرف لينا ان احنا نكلم شيخ يوسف اولا، وانا النهارده بحيي هيام طبعا على ان النهارده وجودها في قناه الحياه طبعا ده شيء يشرفها ويشرفنا كلنا الصراحه ان احنا نبقى موجودين مع حضرتك الشيخ. يا رب يبارك في عمرك. ربنا يخليك والله. يعني ده شهاده نعتز بيها، واحنا طبعا سعداء بيكم وباتصالاتكم، وسعداء بمدام هيام. ربنا يخليكي. وهي تقريبا عندها شعبيه كويسه قوي. طب ما دخلتيش انت خلاص. لا هيام ما شاء الله عليها، يعني اكلتها منوره الدنيا كلها،
ونفسها في الاكل ما شاء الله. يعني انا حبيبتي اكل هيام بقول لها ما شاء الله تسلم ايدك. ميرسي يا امير وربنا يخليكي حبيبه قلبي. الف مبروك يا حبيبتي وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكي. ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا حبيبتي. ميرسي ليكي والله على اتصالك الجميل يا ميرو. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبه قلبي. انا النهارده سعيده والله بالحلقه الجميله دي وربنا يا رب يوفقك ويا رب ليا من نجاح لنجاح حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي. ميرسي قوي يا حبيبتي والله سعيده باتصالك. ميرسي يا عمر. بنشكرك مدام اميره على اتصالك واحنا سعداء جدا بسماع صوتك. و ده ايه ما شاء الله يعني ما اقول لك ما دخلتيش انتخابات ان شاء الله حتى مجلس اداره العماره يعني المره الجايه. طيب انا بقول مجلس اداره العماره. بصي بقى احنا حطينا هنا ايه طماطم وصلصه الطماطم وايه تاني حطينا الزبده ونزلنا بالطماطم عصير الطماطم ونزلنا بالطماطم البوريه والفلفل الالوان والملح والفلفل. جميل. وايه تاني؟ جرام مسالة. جرام مسالة والثوم الباودر والبصل الباودر. وثوم باودر بصل باودر والفلفل الحامي. ايوه يعني بنحط كل الحاجات مع بعضها. ودي حاجه كده اقول لكم عليها ده بنسميه ني في ني يعني حاجه صحيه يعني حلو جدا. وعلى فكره ما فيهوش اي ماده دهنيه لغايه دلوقتي. وتنفع للدايت جدا. هي ولا هي والراجل مكسيكي بس الفرق هنا ان احنا ممكن بدل ما نحط زبده نحط زيت زيتون وهتنفع دايت بس جدا. هنا انا شايف ما فيش اي ماده دهنيه عشان كده لفت نظري ان انا اقول لكم ان ممكن تبقى اكله حلوه صحيه جدا لانها زي ما قلنا ني في ني يعني ما فيهاش اي تسبيك. حطينا كل الطماطم مع صلصه الطماطم مع الفلفل والفلفل الحامي والتتبيل البهارات بتاعتنا. واخيرا هنحط الكفته صح. اتفضلي نجيب بوله لحمه. هننزل باللحمه ونجيب بصل صح. جميل. وبعدين هننزل باللحمه هنحط شويه بقسماط على اللحمه. هنحط بقسماط عشان يمسك معانا. جميل. اوكي. وايه تاني؟ وهننزل برضو بالثوم الباودر الباودر والبصل الباودر وبصل باودر وشويه ملح وشويه فلفل وشويه جرام مساله. وهنعملها كفته كور ولا كفته طويله ولا كفته كور؟ كور. جميل. طيب وبعد كده ندخلها في الصلصه على طول ولا لا هنحط هنحط الصلصه في البايركس من تحت ونصبغ الكفته ونحطها على الوش كده وندخلها. جميل. الفرن. هنعجن الكفته بالشكل ده. ممكن تجيب لنا واحده من الحمراء الصغيره؟ طيب يعني دلوقتي الفكره ان بعد ما الصوص بتاعنا ده بقى جاهز اهوت كله زي ما قلنا ني في ني. حطينا الطماطم البيوريه او الطماطم الصلصه مع الطماطم العصير والفلفل الحامي والفلفل الاخضر والاحمر والاصفر وكمان شويه ملح وشويه فلفل وشويه من الجرامه مثلا رشه صغيره وشويه من الثوم الباودر وشويه بصل باودر. كل ده بيغلي مع بعضه هناخده نفضيه في الطاجن بتاعنا. ايوه. وبعدين هنعمل الكفته هنصبعها ونحط عليه على وشه وندخلها الفرن صح. طيب ثواني انا بس عايز اشكرك صحيح على مدام هيام جابت لي الصوره دي. صوره مرسومه باليد. صورة مرسومة باليد شكلها حلو قوي. فأنا بشكرك صحيح. حاجة بسيطة والله. مش الله يخليكي ربنا يكرمك. والله ما قيمتك. ما هو ما احنا صغيرين يا محمود ما تقعدش بقى تتكلم بقى. حضرتك تستاهل أكتر من كده. كفاية إن أنت لا بجد يعني لا أصل مرسومة باليد دي حلوة قوي شكلها جميل. كفاية إن حضرتك ودي حاجة أنا بعترف بيها إن حضرتك سبب في إني أتعلم فن الطهي. ربنا يخليكي ده والله يا شيف الله يبارك فيكي. لا والله يعني أنا فعلا متعلمة منك. ربنا يخليكي مدام هيام. ربنا من قبل ما أتجوز وأنا كنت بقعد بجيب الورقة والقلم وأقعد أكتب ورا حضرتك وأتعلم. يا رب يخليكي. وأنا طبعا سعيد بكلامك وعايز أقول إن إحنا دي رسالة إحنا بنأديها بس لازم نأديها على أكمل وجه. يعني قد إيه أو كل ما حد يتعلم حاجة ويدعي لك دعوة فبتقعد في ميزان حسناتك. هناخدش حاجة في الحياة غير الدعوات المتبقية دي صح يا عم شريف. طيب إحنا دلوقتي هنفضي الصوص بتاعنا بس بعد ما ناخد معانا مدام سلوى. يا مدام سلوى مساء الخير. مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك يا شيف يسري؟ يا أهلا بيكي حبيبتي الجميلة هيام. ازيك؟ اهلا يا حبيبة قلبي. اهلا وسهلا بيك. يا حبيبة قلبي اهلا بيك يا سلوى. اهلا يا حبيبتي. اهلا بيك يا حبيبتي منورة الدنيا. ربنا يخليكي يا حبيبة قلبي. ده منورة بشيف يسري والله. لا بيكي بقى انتوا ضيفتنا. ربنا يخليكي. جميل وبيجيب الجميلات. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي. ايه رايك في الاكل بتاعنا النهارده؟ ما شاء الله عليكي انت جميله ما شاء الله عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. ليكي اي سؤال يا قمر؟
انا كفايه اني شفتك يا حبيبتي وشفت الشيف يسري. ربنا يخليك وربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يخليك. تأمرينا باي حاجه؟ ميرسي يا شيف، ربنا يخليك. حضرتك مش مخلينا عايزين حاجه والله. يا رب يخليك. احنا سعداء جدا بسماع صوتك وسماع تليفونك. بشكرك على اتصالك. احنا هنا بتعمل الكفته كور اهي، وهتحطها على الصوص. هتغطيها؟ وهنغطيها بالالومنيوم فويل وندخلها لغايه ما تستوي. عشان كده هنستاذنكم، هناخد فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنشوف الكفته ونشوف الفراخ، وهنغرف مع الرز، وكمان السلطه بتاعتنا اللي شكلها مشاهدي، والعيش الشامي هخليها تذكركم عملته ازاي. ولكن بعد فاصل سريع، ما حدش راح في اي مكان، عشان كل الممتع والجميل على تلفزيون الحياه بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وقبل الفاصل عملنا مع مدام هيام فراخ مكسيكي في الفرن، وعملنا كفتة هندي في الفرن، وعملنا سلط شامي سوري، وكمان هنعمل حاجة جزائري. ولكن بعد ما ناخد معانا مدام كريمان من دبي. أهلا بيكي. أهلين، مساء الخير. أهلا بيكي. إزاي الصحة؟ كيفكم؟ شخباركم؟ الله يخليكي. أنت إيه؟ والله البرنامج تبعكم يعني كتير كتير مميز وكتير له شعبية عندنا بدبي. يا رب يخليكي، ده من ذوق حضرتك. وأنت يعني من الشيفات المحترمة الكتير نحبها والله. أشكرك أشكرك. السورية ولا لبنانية؟ لا والله لبنانية. أهلا بيك وبأهل لبنان. الله يخليك. أهلين أهلين بيك يا شيف والله. بحب أرحب بالضيفة تبعك. إزيك يا كوكي؟ كيفك يا هيام؟ شلونك؟ الحمد لله مليحة. هيام كانت معايا صاحبتي بدبي، وأكلتها كتير كتير حلوة ما شاء الله عليها. ربنا يخليك. وحشني أكلك يا هيام والله. ربنا يخليك. تعالي وأعمل لك أكل قد كده إن شاء الله، بس باجي مصر عشان آكل من أكلك والله حبيبتي. تعالي. بتعرفي تطبخي كويس مدام كريمة؟ طبعا طبعا. بس طبعا مش زي هيام يعني. احنا لما تيجي مصر تطلعي معانا مرة؟ إن شاء الله بنيجي نعمل أكل لبناني إن شاء الله. أحلى أكل طبعا. عندهم مجموعة سلطات في لبنان رائعة إن شاء الله. بس بنشكرك كتير على البرنامج المميز، وبنشكر الضيفة تبعك هيام صاحبتي وحبيبتي، وألف ألف مبروك على الحلقة. وإن شاء الله حلقة مميزة، ومن نجاح لنجاح دايما يا رب. ميرسي. بشكرك بشكرك مدام كريمان على كلامك الجميل وعلى ذوقك، وإن شاء الله تنورينا لما تيجي مصر. بشكرك. أنت عاملة اتحاد كونفدرالي بتاع الوطن العربي يعني. احنا قلنا نخرج بقى من المطبخ المصري شويه ونجدد في وصفاتنا. ما شاء الله جميل. طيب احنا هنقول الحلو سريعا، وبعد كده بس انا هشيل ده من على النار. هنقول طبقات الحلوى الجزائريه، هي عباره عن ثلاثة بيض، نص كوب سكر، معلقه صغيره فانيليا، نص كوب زيت، نص كوب لبن، كوب دقيق، ربع كوب كاكاو خام، معلقه صغيره بيكنج باودر، مربى فتراك، شوكليت سايله ابيض واسمر. طيب اقول انا برضو؟ لا، عشان بس في طريقه انا بقول بيها فهم بيكتبوا طبعا. على طول وبيحفظوا. عندنا ثلاث بيضات، نص كوبايه سكر ومعلقه فانيليا صغيره، وبعد كده نص كوبايه زيت، ونص كوبايه لبن، وكوبايه دقيق، وربع كوبايه كاكاو، معلقه من البيكنج باودر. ده زي الكيك. بعد كده الحشو مربى فتراك، هنختار النوع على مزاجنا. أيوة. وهنحط لها شوكولاته بني وشوكولاته بيضة على الوش. طبعا احنا هنعمل الكيك. تفضلي بقى. أيوة. هنا اهو هننزل بالبيض بتاعنا. طبقه الكيك لا ادوسي هنا. طب ايه لحظه. ايوه هنا نرفع كده. ايوه بس مش عارف انا مركب الكهرباء عشان خاطر زي كل مره زي كل مره. هننزل بالبيض بالشكل ده. ثلاث بيضات كده. بيضات جميل. احنا بنعمل عايزينها فوليوم ولا عايزينها تنضرب مع بعضها السكر؟ هتنضرب الاول بالفانيليا. مش دي الفانيليا؟ الفانيليا اهي. الفانيليا والسكر حوالي نص كوب. يا حودة ربنا يخليك. حوالي نص كوب. لا بس انا برضه بشكرها تاني على الصوره الجميله اللي جايباها. بس دي صوره وانا صغنون لسه، يعني اول ما جيت تلفزيون الحياه الكلام ده من 8 سنين، فاتصورت الصوره دي في الاستوديو القديم. كنت لسه صغنون، شاب صغير يعني. متشكرين. ربنا يخليك يا رب. ربنا يكرمكم. مين معانا؟ انا بعد ما اخلص التليفون هرد عليك. حاضر يا استاذه اميره. الو الو
ازيك يا شيف يوسف؟ اهلا بيكي. انا اميره انا يارا بنت شيف اميره. يارا بنت شيف اميره؟ اميره اللي اتصلت من شويه. اللي كنت لسه بتكلمنا مدام اميره دلوقتي. انا بحبك قوي وبتفرج عليك كل يوم. يا رب يخليكي ليا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انا معاك وبتفرج عليك مع ماما كل يوم. يا رب يبارك فيكي. مدام هيام معاكي، اتفضلي. اهلا يا يارا، ازيك؟ ازيك يا طنط هيام؟ ازيك يا حبيبه قلبي طنط هيام، عامله ايه؟ تسلم ايدك على الاكلات الجميله اللي عاملاها لنا على الشاشه. ميرسي يا قمر، ميرسي، انت اللي جميله. اكلاتك جميله والله، بشكرك جدا. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، نفسك في اعمله لك اما تيجي. ميرسي يا اميره. احنا طبعا سعداء بسماع صوتك يا اميره. مالكيش اي سؤال عندنا أميرة؟ بشكرك يا أميرة على اتصالك، واحنا سعداء بسمع صوتك، وإن شاء الله يا رب تكوني بتحب المطبخ كده وتخش تعملي أكلات حلوة تعجبك يا رب. احنا حطينا هنا السكر، نزلنا بالبيض والسكر جميل. والفانيليا نعم يتجانسوا مع بعض. جميل، سرعة عالية. هنعلي الصوت، هنعلي السرعة. انت بتدوبي بس يا دوب البيض في لان احنا هنحط عليه سائل، يعني حتى لو طلع فوليوم هينزل تاني. فاحنا بندوب السكر. طب ممكن نحط له بقى السائل معانا؟ ايوه، هو اللبن. ننزل بقى باللبن. حوالي نص كوبايه لبن برضو. وندوب، نضرب كده سريعا لغايه ما تتجانس. جميل. وبعدين الزيت. الزيت بقى احنا حطينا ثلاث بيضات، حطينا عليهم نص كوبايه سكر ومعلقه فانيليا، وبعد كده نص كوبايه لبن ونص كوبايه من الزيت، وعندنا هنا كوبايه من الدقيق وربع كوبايه من الكاكاو اهو، نخلطها مع بعض. وعندنا كمان معلقه من البيكنج باودر. كل ده هنقلبه مع بعضه، ولكن بعد ما يدوب السكر خالص مع البيض ومع الزيت ومع اللبن كده هنصب. طيب. هنقلبهم مع بعض بقى ونصبهم في المكنه. يعني يا دوب عشان تبقى كلها متجانسه مع بعضها كده، طلعش حته بيضه وحته مختلفه. ايوه تمام. ونصب ده على ده، ونصب كده واحده واحده ونقلبه. وهنجيب فورمه، الفورمه دي مفتوحه محطوط فيها الومنيوم وبلاستيك فيلم، فيها الومنيوم وبلاستيك فيلم. وهنصب الخليط دلوقتي قدامكم. ايوه. وبعدين بعد ما نصب الخليط هندخله على درجه حراره 180 لمده 30 ل 35 دقيقة، هتطلع معانا كيكة بالشكل ده. بعد ما عملنا الكيكة بالشكل ده وهتطلع معانا كده، مش هنعمل أي حاجة غير بعد، خدي ممكن تاخدي الفاصل أنتِ؟ فاصل وتروحوا هنا ولا هنا، الجديد كله عندنا، الحياة وبس. شكراً. اشيل الاول. ايوه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا الكيكه اللي احنا دخلناها الفرن قسمناها نصين مع مدام هيام، طبعا بنرحب بيها تاني. وبعدين بتقطع هي كده قلوب صغيره، قطعناها قلوب كده بالشكل ده، دواير. وهنلزقهم في بعض. بعد كده هنعمل بقى دواير. دواير كده بالشكل ده. جميل. والله صح كده، جميل. طيب ممكن لو عندنا قلوب صغيره ممكن نقطع بيها برضو. والباقي ده ما نرمهوش. لا، الباقي ده ممكن نعمل بيه، ممكن نعمل بيه ترافل، يعني زي ترايفل. او كيك بوبس. كيك بوبس. ايوه، لولي بوبس بتاع الاطفال الجميل. طيب احنا دلوقتي بنقطع فرام اهو بقيه القلوب. ماشي، احنا قلنا هنا أربعة وهنا ثلاثة. يبقى احنا عايزين كمان ناخد اتنين من ده وناخد من ده كمان ثلاثة. يبقى قد بعض الشكل ده كده. على فكرة الحلوة دي سهلة جدا واقتصادية جدا وسريعة، يعني وسريعة وخفيفة جدا، نعملها في أي لحظة. دول كده اتنين اتنين اتنين. عايزين نكمل، عايزين بقى المدور عشان ما ننساش وناخد كلها قلوب. عايزة مربع ايه، نوع ايه بقى؟ والله ممكن نشكلها، مش يعني شرط نوع معين، يعني ممكن ناخد مربى تين وفراوله.
تين وفراوله. اه طب والمشمش؟ ومشمش يا سلام. طيب نجيب من هناك. جت عن مشمش بس انا لا المشمش انا بحب المشمش مش مشكله. بالشكل ده كده. دي مربه ورد حاجه جديده برضو. اه حلوه قوي نستعملها برضو. ودي مربة والله يا شيف التجديد حلو في كل حاجة. لا يعني فيتراك عاملة أنواع كتير قوي من المربات. مربة الورد دي نادرة ما بنلاقيها. في مربة برتقال، في بلح، في عندنا كمان عنب، مجموعة من المربات غير طبيعية. يعني هنا في مربة بلح أنا شفتها. راحت فين؟ فين يا مربة البلح يا أحمد؟ أوعى تكون كلتها. خلاص إحنا كده قطعنا. طيب دلوقتي هنحط نفتح. اه نحط بقى ايه ما بين كل واحده وواحده مربى. اهم حاجه. طب خد يا احمد افتح عشان بس ايدي مبلوله كده بالشكل. شكرا. ده هناخدها بالشكل ده، هنحطها كده كده. بتعملي الفرن قد بعض؟ اه وهننزل عليها كده بالطبقه الثانيه كده. انا جايب لك هنا في شبكه اهي، وبرده عايزين بس طبق صغير عشان احاول اعملها كده بالمربى داير ما يدوب. حاضر. شوفوا شفتوا هي عملت ايه؟ خدت طبقتين من الكيك وبتحشيها بالمربى بالشكل ده كده اهو، وبعدين بتقفلهم على بعض، وبعدين هنجيب طبق سهلة تاني. جدا جدا جدا. انت عايزه مربى جواه؟ ايوه. طب ممكن ناخد نوع تاني من المربى؟ اه اوكي كده بالشكل ده كده. هنا كمان مربى. اه طيب انت هتغلفي من بره بقى. اه عشان هغلف من بره واحطها في جوز الهند. في جوز الهند. طيب اجيب لك طبق تاني كمان. اه هنحط كمان مربى هنا بالشكل ده كده. كده يبقى احنا كده بالشكل ده. حلو قوي. طب يعني بعد كده هنغطي كله؟ اه هنغطيها بقى داير ما يدور كده بالمربى، وبعد كده ننزل بجوز الهند وصوص الشوكليت. جميل. بس كده قلت يعني احنا حطينا الحشوه مربه فيتراك. أوه. سواء كانت مشمش او ورد، فراوله، تين، زي ما انتم عايزين. أوه. وبعد اما نخلص بس الكميه ولو كلها. عندنا كمان اشكال تانية ممكن برضو نعملها. لو عندنا عشان لا عندنا نوعيات. اه عشان تغري الاطفال. لو عندنا يعني لو اصلا يعني في التشكيل نفسه. في التشكيل لو عندنا يعني حاجات لو مش متوفر عندك مدور ممكن مربع، ممكن ورده. نعم اي شكل بيمشي يعني. طب نغطس دي انا كده هنا. هنا وبعدين في الجوز الهند دلوقتي برضو كده بالشكل ده. بنلفها كده في المربى تاخد كل الحروف كده، تشرب مربى، وبعد كده نغطسها فين؟ في جوز الهند. شايفين شكلها حلوه للاطفال جدا. جدا. وبرضو ناخد كده القلب ده. مغذيه اكيد طبعا يعني فيها عناصر غذائيه حلوه قوي غنيه وفيها جدا، وفيها المربى طعمها رائع. شايفين بالشكل. بعد كده نغطس في جوز الهند كل الطبقات. عايزه تساعديني؟ ماشي. اه طبعا. حلوه قوي الفكره كده وجديده كده وهتعجبكم قوي كمان اهو. وبعدين عندي شوكولاته بقى السايحه. هننزل كده البني علينا. ايوه والشوكولاته السايحه البيضة هتعملي ازاي بقى؟ هننزل عليها بالشكل ده كده. اجيب لك معلقه. يا ريت. حاضر كده بالشكل ده. هو انت يعني بتعملي تشكيل ولا بتغطيها؟ لا لا مش بنغطيها، احنا بنعمل كشكل كده بس. لا انا بحسب. طب ما انا اقول لك فكره. اتفضل. طبعا ممكن انت تغطيها تسيحي الشوكولاته كده عليها وتسويها. ما عشان احنا مش عايزين نغطي بس على الجوز الهند، عايزين. لا مش هو مش هيتغطى على الجوز. هقول لك على فكره جديده يعني. اتفضل. يعني احنا حطينا هنا الشوكولاته وبنسويها كده عليها اهو، مش هننزل على جوز الهند خالص. أوكي. بعد كده نجيب بالمعلقه دي
نحط وناخد كده من بره كده شوكليت ابيض. ايوه الله شكل حلو. الله الله بجد جميل جديده دي. أيوة. لكن كده هتبقى برضه يعني احنا ما نجيش فيك حاجه بقى يا شيخ. يا رب يخليكي. لا والله يعني الله, الله يكرمكم. انتوا عندكم افكار حضرتك قمه يعني ومبدع بصراحه. واحنا بنتعلم منك. انا مستمتع وانا موجود معاكم بجد والله. ربنا يخليك يا شيخ. كده هطلع طبق بقى. الطبق كمان. طيب كده احنا خلصنا كل الحاجات. نايس. بس هنشيل بقى. انت لسه هتحط مربى تاني؟ لا هنلفهم. طيب بس هلفهم لك انا وانت تحط الشوكولاته كده. حلوه ده بجد حلوه قوي. الاطفال هتعجبهم ومختلفه وطعمها حلوه وطريه وفيها مواصفات الكيك وفيها مواصفات. خدت مربى وخدت كمان جوز هند وشوكولاته يعني فيها كذا حاجه مع بعضها. اهو مش مكلفه خالص وبرده مش مكلفه بالفعل يعني حاجه كده. يعني كانك بتعملي على كيكه. على فكره ممكن تصوري ممكن اعملها على شكل كيك. لا وبعدين يعني. المكونات بتاعتها موجوده في كل بيت يعني. جميل. موجوده في كل بيت مش هتحتاري في اي حاجه. ممكن يا ياسر. كده احنا حطينا اهو بالشكل ده كده. ممكن تجيب لنا الساند من فضلك عشان نحطها عليه. خلاص ايه رايك في الفكره دي؟ جميله. الله يخليك. والله جميل. تسلم ايدك. انا بس عايز اقول لك ان انت فعلا ما شاء الله عليك يعني بتعملي حاجات كويسه وافكار جديده. ربنا يخليك يا شيخ. الله يخليك. لا والله وربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك. دي شهاده اعتز بيها والله يا شيخ يوسف. وتعملي كل اللي انت عايزاه. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يا رب. ربنا يخليك. شهاده اعتز بيها والله. احنا ما نجيش فيك حاجه برضو. لا والله احنا كلنا بنتعلم يعني. اي حد يقول لك انا خلاص وصلت للمرحله الاخيره او التوب يبقى ده بصراحه مش مهني. لكن انا لغايه اخر نفس في حياتي بتعلم وبتعلم من اي حد يعني. اكيد. بس كده خلاص نشيل ده كله بقى. ربنا يخليك لي. هندخلها بقى التلاجة بس احنا عشان وقتنا مش هتدخل التلاجة. ممكن تجيب لي بس الستاند. لو ست البيت عملتها تدخلها التلاجة عشان وتجيب لنا اللي في الفرن. تسقع بتبقى اجمل. تبقى طعمها احلى. حلو قوي. احنا خلصنا كل حاجتنا. بيجمل فيها. هنقدم بقى. بس هنرفع دي ممكن عشان انت لابسه الجناب. لو انت رصيها واحدة 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 واحدة. اوكي. بالراحة. ايوه. واحدة. احنا عايزين ايه؟ نلف قلوب وبعد كده ندور في النص. طيب. كده بالشكل ده. وادي الكفتة بتاعتنا. كده كده. هو احنا ممكن نغرف شوية في طبق كده من الكفتة دي سريعا. حط واحدة في النص. ايوه. برافو عليك. كده. شكلها حلوه قوي هايله ولذيذه وطعمها اكيد هيعجبكم. انا بس مع احمد من فضلك عايزين نشيل الحاجات دي كلها. دي شكل الكفته بتاعتنا الهندي. فاكرين الكفته الهندي اللي احنا عملناها في الصوص؟ هنغرفها في طبق مع شويه رز. حاضر. هنغرف. هات لي طبق كده يا احمد من فضلك. اي طبق اهو. هنحط بقى الصنوبر اللوز المحمص كده على الوش بالشكل ده. هات شويه رز هنا كده. هنا بسرعه كمان. الله ينور. ايوه كده. احنا كنا عايزين الكفته تاخد لون من على الوش كده. احنا اهو بصي بقى. انا جبت لك شويه رز اهو. ايوه في بوله عشان نرفعهم. اهو. وبعدين تاخدي بقى تغرفي شويه من دول كده. عايزين بس ننضف الكاونتر يا احمد. الله يخليك. او ساعتك بس الفوطه بعد اذنك يا شيخ. اتفضلي. شايفين بقى الكفته مع الخضروات اللي احنا قلنا عليها؟ هنغرف شويه مع رز اهو. هنشيل بس ده بالشكل ده. حاضر كده. وشويه هنا. ايوه
انا بس عايز اقول لك ان هي شكلها حلو قوي وريحتها حلوه قوي وكمان فاكهيه. ماشي بس كده. ده شكل الطبق لما بنغرفه مع الرز اهو بالشكل ده، وده شكل الكفته بتاعتنا اللي في الطاجن لو هنقدمها. انا مدام هيام عايز اقول لك ان انا مبسوط قوي وانت موجوده معانا النهارده والله بجد، وعملتي حاجات جديده وابتكارات وما شاء الله عليكي. ربنا يخليك يا شيف والله ده يعني شرف ليا ان انا جبت وقفت طبخت قدام حد عبقري ربنا في الطاي زي حضرتك. الله يكرمك، ربنا يديك الصحه. لا والله شرف يعني كبير ليا جدا. لا الله يخليك، احنا كلنا يخليك. بنتعلم وكلنا لغايه زي ما قلت اخر نفس هنفضل بنتعلم يعني، بس انت ما شاء الله عليكي وانت ست بيت فبتعملي الحاجات دي، فده حاجة رائعة ومميزة، وأنا سعيد بوجودك معايا ودايما كده يا رب نشوفكم مميزين معانا. بشكرك على حضورك الجميل. أنا سعيدة جدا والله. ربنا يخليك. مش عايزة تقولي حاجة للجمهور في ثانية؟ طبعا عايزة أقول لهم مرسي جدا على كل الناس حبايبي اللي اتصلوا بيا، ومرسي جدا على كل حبايبي اللي تابعوني، ويا رب وصفاتنا تكون عجبتكم واكون ضيفه خفيفه على قلبكم. وبشكر طبعا شيف يسري ان هو اللي معلمني بجد فن الطهي. ربنا يخليك ليا. واتمنى ان انتوا تتعلموا منه لانه فعلا خبره ملهاش حدود. يا رب يبارك فيكي وانا بشكرك. ومرسي وبشكر قناه الحياه رقم بنشكر واحد. بنشكر حضراتكم جدا، بنشكر مدام هيام، ورب دايما نكون بنقدم لكم حاجه جديده ومعلومه بسيطه. وكمان عايز اقول لكم انتظرونا بكره في حلقه جديده زي ما بقول كل يوم، يا رب نحب بعض. السلام عليكم.